أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوادو ورار كيوغو دنبيا أعلن سيدة ميديا مدحوينا وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو أو دجيي قرشا عصوب دورو شوين كغولها الشعب كفيدرالك صوماليا سلام ركاسينا وحاو دونيا إن غولها فيدرالك صوماليا أو قبي أهام ببوبو سيدو صوبيح لها إن أدير كيس جانان أوسكو سوشرحي حلقة غلاها فدرالك صوماليا قدوميها قدقة دورشوين كهير فدرالي صوماليا محمد حسن عروا يا كهدلي أرمها دورشوين كيسقب قبسيقة كتاغن ولي أرنتا حبناها غلاها وقوي كسو غلايا دورشادة إيا سياسيين ترير هيران إيا دورشادة دونيا إن أيكو غلان أما أيكا دعضو مغالدة بلدوين إيا قبل كاسي هيران قدومي عرا يا شيغي إن سيدا أي دورة شدا أقل كساري أدع داي ميلو كميد أهي قبلة دالك أي أهايين ميد لسو دوي يسلامر كاسيني هالك قار كلان لغا سوهر جيستي وحاو شيغي إن دوان سو ساري دونان هبراع اللغو مامولا يو دورة شدا حلبان ندا قولها شعبكا فدرالكا سوماليا سيدو كلا قدوميها قدiga دورة شوينكا محمد حسن عرا يا شيغي إن دقالكو فلان دورة شدا أي قعانتكو هايان إساقو كفال عليي والوالكا أي قبان ميدوغا مشارحين تا معاردكا أو مالين تيلا باد الشير أغو صعودو مغالدا مقدشا عاسمة دو صوماليا سيكاستابا هادالكا عرو أياكو سو آدي يحلي دليلو لغا موجين يي دورشا دي أقل كسر إيه كدع دي مامول قبالي دي دبود لان جوب لان كوفور قلبي دي يقل مدوك إسلامر كاسينا هادا لو ديار قروو بيو دورشا دا قلها شعبكا فدرالكا صوماليا ورر ايا شيغ ايا قرش او دمعسن يهي مدحوينه وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو اسلام مركاسينا او دونيو ان حلبانة دا بارلمان كا ايمان دونو اساق اللو سو سارو اسلام مركاسينا بوب حوغن او كو بلاوو سيكستبها آتي قرشا هاسي حوغن ايو دقيا مدحوينه وقتي كداعي محمد عبدالله فرماجو دينا عكال وحبادن كا اوغو كورسيغ حلباني مو اي او تاغن يهي وعبدالرشيد جنن او كسو بحصدي فيلا صوماليا وزير كي هوري أمنيغا جوبلان عبدالرشيد جنانا يا مغالا دا مقدشا وغو دواقي مشرحني مدي ساحي الليباني مو إيه غلاها شعبكا فدرالكا صوماليا كدب مركي او كسو بحي حيندابكا فيلا صوماليا او نسو غلاي معاردكا عبدالرشيد جنان او مدبادان دقال كولا جري دولة دا فدرالكا ايا بلوين كور اسكو سو ديباي فيلا صوماليا كدب هشيس دحمري بلساوحو كسو بحصدي اللبا مال مودة كهور انكستا او ديداي انو سعادو قرتو ارنتاسي haddaba kursiga janan uu shaaciyay inuu u taagan yahay ayay sumadiisu tahay 116 kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay degmada Garbaharay ee gobolka Gedo ee maamulka Jubaland kursigan ayaa waxa xilligan ku fadhiya xilibaan Cabdiqaadir Aadan Nuur waxaana jira musharaxiin dhowr ah oo uu ka mid yahay Cabdiqaadir oo u taagan kursigaasi sida ay qaar kood ka sheegeen warbaahinta kursigan oo deegaan doorashadiisa tahay degmada Garbaharay ayaa waxaa si weyn isugu hayay madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Jubaland Axmed Madobe xogta la helay ayaa sheegaysa in Farmaajo iyo Faad Yasin ay isku maan dhaafeen دمع عبدالرشيد جنان اي اها انو كميد نغضو حلبانة دا بارلبان كوي توبانا تاسو كيني ان اي لبادة دينا عسكو دعان كدبنا جنان او حرير لييشو سياسيين تا معارد كاي مغدشا او ميدكود او مرتي او يهي امنكا ارنتان ايا دبر جبكو احمد احوينها مدحليت كي سنة ماضي محمد عبدالله فرماجو او اسليبت دي عبدالرشيد جنان كدقاي قول وين او سياسة ديت غلاها ولا تشيغا قران كايا كال هوريغو آميي إن رئيس الوزارة حكومة دحل كارسين تا او غروذين كان نقضو أمنيغا إيا ديبو هشيسين تا غوبل كغدو سي آي هاب سامي او غدعضو دورشادا غوبل كغدو دينا عكال مدحوينة هير شبالي على قود لاضي او لون قلاضي إن او تاقو مقالة بردويني إلا ورادي لو كلسون يايا ورباهين تا او حقيجي إن سياسيين تا يدقن كبيش حواد لأو قلاضين إن مدحوينها مامول كهير شبالي علي عبدالله حسين قود لاضي او تاقو مقالة بردويني اي حارون تاقو بالكهيران اسلامر كاسينا اي لا شاقيان كلما مال مهاني كسعودي مقدشا ايا حد او وريقي مقالة بردويني وحان الله في ليا إن أضياش دخن كأي سياسيين تصوبن لغان وحيابها أي كل هشين كران مدحوين على قود لاوي كدبلوغ ييرو مقالة بردوين اي حرون تقبل كهيران سياسيين تحواد لأي استو سيئن على قود لاوي اوها استو شرعية دي مدحلاد او كشقين ايو اسلامر كاسنا هدي اي سيد ديدان اي كواي كران وحياب بضن او اي حق اللهاين قبل احان اي دان يرادا كسوغن دولايت كبلدوين اي سان سيد جوغي كرين بنان كب مقالة داسي xilibaano iyo siyaasiin beesha xawaadle u dhashay ayaa sabtidii gaaray magaalada Baladweyne iyadoo ay halkaasii
kabilawdeen kulamo ay la qaadanayaan dadka deegaanka iyo ugaaska beesha Xawaadle iyadoo la filayo in dhawaan ay soo saaraan in magaalada loo ogolaaday Cali Guudlaawe. Madaxweyne Cali Guudlaawe ayaa dhowr jeer ku hungoobay inuu tago magaalada Baldweyne waxa uuna u arkaa tagitaankiisa gobolka Hiiraan arrin muhiim u ah shaqsiyaddiisa maadaama uu la daalaa dhacayay eedo iyo dacaayado ka dhan ah oo ku aadan tagistiisa Baladweyne isla markaasina wacad ay ku mareen General Xuud iyo tiimkiisa in ay weerari doonaan haddii uu ka soo dego magaalada Baladweyne. Si kastaba ha ahaatee xiisadii ka taagneyd Baladweyne ayaa iminka laga yaabaa in la xaliyo Cali Guudlaawena muddo dheer kadib oo halkaasi ka dego. Fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media. Dhinaca kale diyaarad siday gaadiid dagaal oo noocyo kala duwan leh ayaa saacadii lasoo dhaafay ka degay garoonka diyaaradaha ugaas Khaliif oo ku yaala magaalada Baladweyne oo xarun u ah gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. Wasaaradda amniga Hirshabeelle oo faahfaahin ka bixisay gaadiidkaasi ayaa sheegtay inay ka kooban yihiin 5 gaari oo cabdibilo ah iyo 4 mooto nooca laba lugooleyda ah, kuwaas oo ay tilmaamtay in ay si rasmi ah ugu wareejiyeen maamulka gobolka Hiiraan. Qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu sheegay in gaadiidka ay isticmaali doonaan ciidanka ammaanka, gaar ahaan kuwa sugaya amniga doorashooyinka ka dhacaya magaalada Baladweyne ee gobolkaasi Hiiraan. Sidoo kale waxay wasaaraddu shaaca ka qaaday in gaadiidkani iyo mootooyinkaba ay fududeyn doonaan howlgallada amniga lagu xaqiijinayo ee ka socda Hirshabeelle. Horey waxaa Baladweyne looga dejiyey baabuur cusub oo kuwa aan xabadu karin oo la sheegay inay adeegsan doonaan mas-uuliyiinta doorashooyinka u tagaya magaaladaasi. Arrimahani ayaa ku soo aadaya xilli ay weli dood ka taagan tahay in doorasho lagu qabto Baladweyne, maadaama uu haatan dhaqaaq ka wado jeneraalka hubeysan ee Xuud oo ciidamo badan ku haysta duleedka magaalada Baladweyne kana soo horjeeda maamulka Hirshabeelle. Waxaana la rajaynayaa in Cali Guudlaawe lagu geeyo si dhuumaalaysa isla markaasina waxaa macquul ahay inuu halkaasi dagaal xooggan uu ka dhaco. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdiqaadir Maxamed Nuur Siidi ayaa si wadajir ahay kulamo kala duwan ula qaatay saraakiisha qaybaha AMISOM iyo sidoo kale taliyaha ugu sarreeya howlgalka nabad ilaalinta AMISOM ee Soomaaliya General Diomede. Ujeedka kulankani ayaa ahaa sidii baaritaan degdeg ah loogu sameyn lahaa dhacdadii argagaxa lahayd ee ciidamada AMISOM ku xasuuqeen Allah u naxariistay dad shacab ahay oo ku nool deegaanka Goolweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Finish iyo guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa u sheegay madaxda AMISOM inaan la aqbali karin falkaasi guracan ee lagu dilay 7 qof oo shacab ahay, isla markaasina loo baahan yahay in marxuumiintaasi iyo eheladooda si degdeg ah u helaan cadaalad rasmi ah. Si kastaba ha ahaatee, ma aha markii ugu horreysay ciidamada AMISOM dilaan dad shacab ahay. Mar kasta oo howlgal ay qaadaan, dad shacab ahi ayay dukum daakum ka dhigaan. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calansida media, ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.